السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعرف زوج سورق الموضوع تاعنا تزايد الطاس الاسر المغربيه وخاصه ذي يعرف النغ اقليم الناظور. بالنسبه لي شاني الجن يعزو يتزوج، شاني الشاب يعزو يتزوج، هذه حصني في الناس هذه يتزوج هذه يعزو خشات حنجه ذاتيه ثم غاه المناسبه يكيس دغيا سن غيرين يما سنتعاونس من تغيوي غات الدات الشابة من تبين ساعد بين ساقاس من غات زوج غنش حياتي نغات بالدار ذي رغم ليح يعني الحمد لله كتا حسن زي مرات جغر خوز الشاب وات زوج غشا وش سور غس سور كلمة توجه اختي وذاني جاغ يعني قين ذي العائلة يتزوج ولكن غات العائلة يزغى كيماس باباس يثماس يسماس مهم دعوة مخلطة صغنين الشين الميت يتزوج يتويد المخلوقة يتويد غات الدات من يتوقعان من غث عدو سيمانة نيني غنين سيمانة نيني غسنين الشين قاع شهاقع يتبدل العقليات يتبدل الأفكار يتبدل الطزن العادات في هالدهني دكور يوذن يبدر سبحان الله العظيم بمجرد الشاب مسكين يتزوج دكور يوذن تبدر لا الوالدين الناس لا يثماس لا كل شيء تبدر ما يمي الله أعلم الكلام هو الجغة الطز يثمغاري من زيد لانتم يتهم الموضوع بالنسبة إلى اللاس نتسريث السيور خلال لاس نتسريثي خاص السيور نشي من زار من تسرى غايم دوكر نغايث ما يثنى القصص الواقعية توقع عند المجتمع والله العظيم اللي تخيق ذا الطاس اشي قصة الطاس رحال خذ الظلم يتوقع الحنجيرينا يتمدشن يتدسن غاهي وذرينا غمار كثان تودرين يسمح عند الوالد انسان ذي يثمى انسان تز مسكينات تزوج قارس مش تزوج غاري وعيز غايث عوينو ولكن تتفاجأ ارمي تغاثة صغاثة الدهني تفاجأ مسكينة تصل المشاكل تصل الهموم طوارت النوم شاع من ما الصعوبة ترقى انت كم ماس واريا زنسك نترقى لو بلا الكلمة توجه اخذ اذا مغارينا الحجة اذني غادة 70-80 سنة قطع غم اتقي الله ذي الحنجيرينا ذي سرهين اتقي انت الله قد انت رب العالمين شوي كني تزدن ترفجع قات القرآن سنت الله سبحانه وتعالى من يقاضي المسائل الظلم ظلمات يوم القيامة الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ها ولكن انت حنجيرينا ما مين تتجمم انت تلميذ تسغل الدار خميتو سغل قشلة العسكر خميتو سغل البلدية ها يخصص تطبق القوانين تسغل كش الشم خاص تطبق القوانين يخصص تكالا غا سبعة الصباح تخدم الشغل تهزر كذا هذا متصب نار وذي شم متصبني وعي زنم متصبني ضاع ونم بأي حق مش استقيل الأغلبية تدري إن نهار تعيش أنت تجا قصة ورغكيوم بقصص واقعية تعودنا نخدم دكر إن غكيو ذا نسن يجن السيد سبحان الله يعود إن غيجن قصة إن نغذي المشاكل مما يعب وحزي الخدمة يتفرهم ذي المشاكل ذي الدعمز إما سأستي أهتمنع إما السا أهتمنع مغان السا دا قايق جاي مغان مش قايق جاي مش يجو مع مش دست ساس انت مسكينة ذي الشيء إنه أرقوز وقع المشاكل درهم ميكو ثمي السنة سرسقي تاكوز أكزقك تسرسق هو تغا ما تشخش شان يومي متر تيام ويد هواد ياقو حقا تدع إيجو السيد المغنيث والزرخاس يما الزي هدع والزرخاس الناس اللي مرهوف دغاري غهداشك وغاري التيف ومع أن فحن جاهد النير يدسن عائلة بخير خاسن ميسرين صبحاني وذان صبحان تشكاتني وذان مع ذلك لا خوش خصات السنغ ثاني يدق الحالة ثاني يزيد تعيش في مغارين الحاجة ها الصور غير كي مغارقة هنا مغات ما الدقة ما الغيرة ما الحسد مين يعني قوة الدقة وسقام بول غيرة ما الغيرة شواهيري قاع في عما ستري الغيرة في الدمار الدماري ذمين ضياع ذمين من مستقبل نمين ضياعت قال ما حاكم من غنهارة ميزي عمات غاب النسبة استطلق يجن السيدي عاودة يخدم دي المحكمة يكشي الإحصائيات إن شكور سيمانة أزياد 50 طلاق 50 حالة طلاق كل سيمانة كل أسبوع أغلبية الأسباب الناس يدق المسائل للاس نتسريت يماس واريا نتمغى يتوقع دق المشاكل الحاج الله يديك توجه غام الكلام إن شاء الله تملني غادي يوضغي يبتزن تمغاري أقول أنت رب العالمين قصي ذا رب العالمين السيف ثم غاف ميختي السيف تعذب ثمو الشوط وهذا عد بيت واسف كشي غاتش واسف كشي غاتسو فعد بيت السيف يطار بجهنمة ها ننس يا رسول الله ثم غاث ايش انت مغاث تغتزت جاية الطاس تزم مية الطاس تقطس الأعمال الصالحة ولكن كانت تؤذي جيرانها تغتأذى الجيرانس هي في النار
كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. اي خصنا نفس المعامله، المعامله كنعرف خصنا يخصنا المعامله كنعرف المعامل حسن خلق والو اقم تزوج نعبد، ولكن الدين الاسلام ولا نفهم شي شتا حاجه في دغيا صغاري غير هاد 18 19 20 سنه اصلا مش كيصغوا ياقاش مغار تجربه 70 30 40 سنه اش متزوج غير التجربه ديال الحياه غنفاون نمرشن غنميون غنبيغورون غير التجربه روحها كي شويه شويه تك الحاجه هذه شمل الفكات ديال العاده الفكات تخفقونت فكات تروح مسحد وانا في وانا في حوريين ديال الكره هو فكات دي تماري فكات ولا شمل اللي تاخذ عارنا مع موت فارشي شم ولكن وسطك شام وين الحاجه هذه خاص تطبق ولا تشمل القوانين تروح تطبق ولا شمل عاهني يزبق ويقيم شي زمان نهار غنتطور ديك الكوزينه هنا غنتطور التقدم نهار ميصبنا غيتصبى نهار فين ماشينا غيستري لنا حوايج غنغفاروني شي حماني سنقوانا غروم انا نهار التطور نتقدم الحاجه هذا ما نوزد مثلا خصنا نسمعش كيصال معامله لا الله يجازيك بخير قال حاله توقيع نقاش مين يخضع الموضوع ما يزيدش السيد يعاود نرجع للقصه الله يحسن عاون ملي غنهار الموضوع غادي نقرا كيس نسير ان شاء الله سيدي رب العالمين هذه قرباره كذي اوديو يا غنسير واخا دي واتساب وها ولكن ربما شنت مغاد هذا تحسين يمكن لينا شويه تورنس قال انا مونكار عباد الله غير مونكار ما غادي نكين تفضيح فيه والكار اذا تطم الكبرى ما راه يفغوايز انت تمغان زوز اني بو يما سويا راه كيف يفغد فني قصافي غادي يعقب واحد في الدبابات الرشاشات ديال الدار رسنا حوي يا ربي السلام انا راني عايزني مسكين قصدك اساري اني مالي قبل لي عبارة هذا يعقب وحوم مالي يعمود لا لا واجبو يا مواجبو كان واسقان بور غيره لا لا واسقان بور غيره ثاني واني غنقدم ماري تماري همي ضياعت الحياة نستكمل ولهذا توجه الكلام الله يجزيكم بخير قلنا ما غيوض واتساب ما في السيوي ماركة انت مغاري والله العالمين الذي السيوي يسعق المجتمع النغلة حول ولا قوة الا بالله ان كان نغل جهل نهاري كتارا قد دي النغوة سنفهم شيء قد حطها دي الخطة بالجمعة اقدي مغاري نحطها وحطها انت الحجة فيها قد تحن الزج انت دي مزيدة وين مواد سنتي الدين ولكن ما يمي ورن سنتي غلب غاسنت الجهل ورور الجهل ذو ذي حاسد ذوري غلب غاسنت اني ما قبل عذو النمني ما بوليزاريو ذو المغرب قشوا عبيهم ثم جارجا بوليزاريو ذو المغرب لا حول ولا قوة تقينت الله عز وجل ذي مغاري مغاي قين تمو اني حسبت شنو يجيم بالله عليك خصيش مستقصي الخوي يجيم مريت قشن الشل اللي سامني غطاضير يتخسد والله ما تخسد اش مية شعبور الدقز اني حسبت ذي تجيم عملي كيس معاملة حسنة طيبة قد دنيا فكت عدو من دغتر قوالة تفذوال وقوالة تجيد ويجن حجل اقم الحياة تقضي الاخيرة ساشوش سوش ديك المعاملة الصباح هكا سريت من عام سريت ديك المعاملة الصباح وقاريت واخا مثلا واخا فيت مثلا تكشن حاجة واحد حرير ايوا روحك صغا شوي شوي تقني غير زعما شمغا التجربة ديال الحياة غا تجيب قاش مثلا 40 سنة متزوج قاش كا خمس دقائق مثلا قد اول مرة على واحد السين روحك صغا شوي 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 وقتو شافيروني واد يعبو فاون تمني ان شاء الله الميساج غادي يغوض باذن الله اني غدا شي ور متواضع هو سمازي قتلنا شارع مغارينا ان شاء الله مزيد الحاله فيك كانت غارض المجتمع نسني وذان قني غوم نسني وذان والله لا وقعت عند المشاكل وتوقيع عسن وديني ربعه قسقان وهو خاين توقع عسن صفار ولهذا نتمنى الله عز وجل الميساج غادي السيوري سي قاب بالبركه ديال الميساج ان شاء الله يا ربي امين وتمني غزوني غايوض وديو يا غادي سكي حد النغني ان شاء الله ديوض مغارينا قال شويه تعقل نسنت قال شويه تعقل نسنت قال شويه تعقل نسنت تسمغ شويه تعقل نسنت قال الزمان ويقيم شاه الزمان يتوغى تعيش الشيء ويقيم شاه الزمان هكا يروح يجيب زيت راه كيزيد غيور كاع كذا دقنا ويقيم ويقيم وينتهى دقنا انتهى دقنا انت خونا انت رب العالمين نقي ربي دي مسرماس المعامله الطيبه الخلق الحسن جارنا المهم وخمس التاريخ شالي اخوان نتمنى الله عز وجل يتقبل منا هذا العمل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار الزوس